سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت فيديو جديده ديال لي سولد. باقي كاينين لي سولد، تيبقاو على مده 6 الاسابيع. ومشيت عاوتاني درت شويه هاد المده، ماشي هاد الويكاند هذا، ولكن الجمعه والخميس والجمعه، وشريت شي حاجات ودابا بغيت نوريهم لكم. وتنتمنى انكم تستافدوا. دابا غادي نبداو السولد ديالنا وغادي نشوفوا شنو كاين وشنو الهميزات اللي درت. غادي نبداو باشيام. هذا خديته من اشيام كيف تشوفوا معايا هنايا، كان ب 15 اورو و99، وخديته ب 6 اورو و99. مكتوبه فيه فام فيب جو بونس، بحال هكايا فام فيب، فوالا بحال هكايا، بلون سامبل، ما فيه والو، فيه غير الكتابه هادي. خديت هنايا توجور اشيام، خديت هنا هاد لا جوب، هادي تتبري شويه، تقول لي تتبري، ولكن راهي تخي على مود. دابا بحال هكا جات بحال هكا، كلها بلي بلي، وتجي شويه في اللبس طالعه شويه بحال هكايا، وتجي في اللبس زوينه في الصراحه. هادي كانت ب 17.99، تشوفوا معايا هنايا 17.99 اورو، وخديتها ب نو كانت ب 34.99، سمحوا لي، كانت ب 34.99 اورو، ورجعوها في الاول 17.99 اورو، ومن بعد خديتها انا ب 9.99 اورو، يعني في البديام ديال لا دوزيام سوم. هي هذيك واخا كنت الاربعاء ولا الخميس، خديتها ب 10 اورو، يعني 9.99 اورو. هذه اللي خديت من اشيام، هادو هما اللي خديت من اشيام تقريبا. ودابا نشوفو ايتام، شوفو شنو خديت من ايتام. من ايتام خديت هذا كيف تشوفو معايا هنايا، تيشورت عادي وفيه هاد الوجه متاع النمر، جايب الموزون، هذا فيه الموزون بحال هكا، فيه غري نوار، نو غري بلو مارين اي دوري، غري بلو مارين دوري. خديتو كان 34.99، خديتو موان 50، يعني 50% ديال التخفيض اللي خديتو. وهذا دابا جينيفر ايتام، شنو خديت ثاني من ايتام؟ ايتام خديت هاد لي كولون عاوتاني، هاد لي كولون هادو كيف تشوفو معايا هنايا، جايين فيهم بحال واحد ان بحال هكايا من الكولونيت بحال هكا. هذا كان ب 12.90، 12.90، سمحوا لي عرفتي تنخلطهم، خلطتهم 12.90 وداروهم ب 5 اورو، يعني مزيان مزيان بصراحه، تنحتاجوهم. وسيرتو حنا عندنا راه كنصهد بزاف هاد الايامات، كنصهد بزاف اليوم من البارح في العشيه، اليوم الشتا نيت، لان قال لك سمعت الاخبار في الصباح، قال لك في ساعه وحده هبطت الشم ديال 3 شهور، ميم هبطت في لي مترو وكلشي، لان لابيتود ما تهبطش، هبطت يعني كان فيضان في لي مترو اللي تيكونوا شويه لتحت في لي سوسول. وهذا خديتو تاو من جينيفر، هذا كيف تشوفوا هنايا بالبتول، هذا كان ب 17.99، خديتو ب 50% ناقص 50%، تيجي بحال هكايا، ومن اللور فيه واحد الصطفه هنايا، وفيه هادو بحال دي فولون هكايا. هذا في غوز تري تري بال، معرفتش واش يبان لكم لا كولور مزيانه، مي سي ان غوز تري 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 بال. الو شنو خديت من جينيفر ثاني؟ جينيفر ثاني خديت منها هاد لا روب، هذيك تبان لكم بحال هكايا، الا كنتو تشوفها مزيان في الكحل، تتجي هكايا بحال دي باردور، وتتجي هي طويله حتى لتحت بحال هكا طويله، تتشوفوا معايا هكايا، وفيها من اللون ديالها بحال القدام، وزوينه ورطبه بزاف، باش عجبتني انا فهي رطبه بزاف. وكانت كانت كيف تشوفوا هنايا ب 17.99، تشوفوا معايا خديتها ناقص 50%، وعرفتي هو غادي في اللبسه غادي تكون مرتاحه، وسميتو الثوب ديالها رطب، يعني ديال القطن، ثوبها ديال القطن ورطب. دابا غادي ناخذ زارا، زارا خديت منها هاد لو بول هذا، واخا ماشي وقتو دابا،
يعني لقيتو ثمن رخيص وخديتو في هاد لو فولون هنايا، جاو هنايا في الجنب هكايا بحال هكا بحال تتشوفو معايا، وهو كان ب الوغ كي قلت لكم الثمن ديالو كان ب 9 أورو و 99 وخديته ب 5 أورو و 99 بحال هكا. انا ندور لكم على هاد الشيء هادي، بس نقول لكم البنات قبل ما نمشي نجيب بنتي راني جبتها دابا وكاينه معايا غير لهيتها في البيسي بواحد لي ديسون، عاد راه بقيت تنسجل الفيديو تنسجل وفي الاخر تلقى ما سجلت حتى شي حاجه تقريبا النص هو اللي سجلته، راه تموتوا عليا بالضحك مع كيف قلت لكم قلب التليفون يعني ما تنشوفش اكزاكتومون واش من تندير. عرفتي والله الا بقيت تنقول شنو هادشي كل المقبيله ولا تنخدم في لا فيديو في الاخر ما كاين حتى شي حاجه. نكمل لكم دابا غادي نديرو حويجات ديال زارا سمحوا لي. الو غادي نبداو بهذا، وهذا كي تشوفوا معايا واحد لا كولور روز كلا لا ما نقدرش نقول لكم روز، ولكن نقدر نقول لكم كولور شامباني اكزاكتومون، ماشي بيج لا بغيت تقول بيج ولا اكزاكتومون في الشامباني، داير بحال هكا في هذا التحت في ساتيني والفوق سي دو سميتو هو اصلا هي التوب قلبينو، دايرينو لتحت هذا دايرينو على الوجه الساتيني والفوق دايرينو على هذا العادي، والشكل ديالها من اللور بحال هكا جات جات بحال هكا فيها التصليفات هادو، وجات من هنا يعني قلبين سميتو من هنايا، و تتلبس عريضه يعني ملي لبستها تحس بها بارده يعني هي القطن رقيق وهذا ساتيني وجات بارده وتتلبس عريضه كيف تتشوفوا معايا هنايا، تنتمنى انا تكونوا تتشوفوا كي قلت لكم تتبان بحال هكا عريضه، وكانت تدير والله دابا شفت الشكل ديالها هو كانت تدير ب 19 أورو و95 الا كنتو تشوفوا معايا مزيان، ولات ب 12 أورو و99 جو بونس ولا 95 لان واحد الشيفر هنا ما كاينش في هذاك. هذه كانت تدير بحال هكا وبصراحه تجي بارده وزوينه. كاين هذا الشكل هذا كي تشوفوا معايا هنا، نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان بحال هكايا، جا كامل هكا جا سامبل بعدا ما فيه حتى شي حاجه كله غوز يعني داك الغوز اللي ان بو يعني واضح شويه، وفي هاد لي فولون هادو وشويه هنايا كي تشوفوا هنا راه جاي شويه طويل هنايا من هنايا الا تتبان لكم مزيان، شويه طويل من اللور على القدام واحد شويه بواحد شويه ومن اللور جاي بحال هكايا في بحال لو في، وفي هاد التصديفه هادي هاد التصديفه هنايا وجات بحال هكايا طويله شويه وتتجي في اللبسه البنات غزاله بصراحه. انا قيستهم وجاو زوينين يعني حتى في التقياس خديت وقتي بقيت حتى نتاكد واش حاجه عجبتني ولا لا، وهذا تقدر تلبسو مع ان جين تلبسو مع ان شورت اي حاجه تتجي زوين بالنسبه للبنات اللي تلبسو لي شورت. وسمحوا لي هذا كان ب 25 و 95 كيف تشوفوا هنايا، نتمنى انا يكون تيبان لكم، وخديته ب 17 أورو و 99. وهادو كاينين هادو بالنسبه ليا هادو كاين موجود يعني انا شفتهم بليزيوغ فوا شفتهم، والحاجه هذه اللي نوريكم دابا اللي عجبتني بزاف 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 يعني لدرجه اني من شفتها هزيتها وكانت بوحدها يعني شفت زاغه وحده اخرى وعاوتاني شفت زاغه وحده اخرى ما كاينش ما كايناش كاع نهائيا، يمكن الا كانوا حطوا واحد الكونتيتي قليله يعني داوها ما بقاتش، ولقيت كومباغازور لقيت اكس اس يعني انا تلبس اكس اس يعني هي اللي كانت، وما كانش حتى مع لي شوميز يعني كانت مع لي روب وسط لي روب وهزيتها ما حطيتهاش بصراحه ما غاديش نحطها، راه نتوما عارفين ملي تكون شي بنزه بحال هكا ما تتعاودش تحطها. كيف تشوفوا معايا هنايا في ديبرسيون هنايا نتمنى انها تكون تتبان لكم مزيان، وفيها توجور هاد دي فولون هاد بيا دي فولون بصراحه هادشي اللي ولا دابا في لي ماغازان كاين غير هادشي يعني ما تلقاش شي حاجه اخرى يعني لا بلوبار هكا، ولا دوك لي عاديين لي شوميز عاديين وفيهم طريزات هادو بي فيهم البرودي في لي كوتي ولا في اللور ولا هادشي اللي كاين دابا بزاف هاد الوقت ديالو، وفيها دومي مونش كنت تشوفوا معايا هنايا وجات فيها من اللور بحال هكايا، بس نورا لكم اللور جات فيها تسنيسيله هنايا بحال هكايا هاد السنيسيله هادي تشوفوا معايا بصراحه غزاله دومي مونش، لان انا اصلا ما تيعجبنيش دوك لي مونش بزاف طوالين، وفيها من اللور دي بلي غير هي البنات هادي بصراحه الا
الصراحه هذه ما تقولوش تصلحوها بوحدكم، لان من الاحسن تمشي للمصبانه، لان بحال هادو الصراحه ما تقدرش تسرعهم. واخا انا زعما عندي مع الصلاح، ولكن من الاحسن هذه سيرتو هاد لي بلي هنا بزاف، فيها بزاف لي بلي. شوف هاد البنات كي جات غزاله فنه، وفيها هاد لي بريسيون هنايا، وهنا جات فيها وحده كبيره كيف تشوفوا هنايا. بلاتي نسدها لكم بحال هكايا، الصراحه فنه البنات. ها انتما شفتوا تجي، وانا ان شاء الله لكم غادي نخليها لكم، المهم غادي نخلي لكم كلشي في انستغرام، وسيرتو عندي لي ليان غتلقاهم في بواط انفو نتاعي اللي كاين تحت، ولا نخليها لكم في كومونتير في ميساج ايبانغلي. غادي نخلي لكم باش تشوفوا الانستغرام ديالي. ان شاء الله غادي تاني هي لقاتني شويه الوقت، وغادي نصور لكم هذا الشيء ان شاء الله الا كتب، ولا لقيت الا لقيتهم باقيين كاينين بزاف غادي نخلي لكم لي ليان، ولا غادي تشوفوها كيفاش تاني تتلبس. نخلي لكم دي فوتو صغارين في شي بلاصه هنا في التحت، ولا شي بلاصه هنايا في التحت. المهم الا لقيتهم، لان على حسب، لان دابا شريتهم هذه 4 ايام ولا 3 ايام، على حسب واش داكشي باقي ولا كاين واحد شكل حاجه اخرى نوع ثاني. دابا غنوريكم شنو خديت ليها من سيرجو ماجور. خديت ليها هاد البنتي دابا كومبي شورت، هي سان كومبي شورت بحال هكايا، جا فيها هاد الشده هنايا، وفيه لي بوش، فيه جوبات، وفيها انتما الا شفتوا معايا هنايا فيه واحد دي بتي باراسول في لي كولور، يعني في لو روج بلو سيال بلو مارين جون، و تيجي زوين بصراحه. انايا شفتهم باش نحطو، الوغ كان ب 24.99. خديت ليها 4 باسكو بان ليا بحال صغير شويه، وباقي ما قيسوش ليها لحد الان اصلا، باقي ما قيسوش ليها. كان ب 24.99 اورو، دايما تنقول هكاك ناقص 30%، واخا ما كانش ناقص منه بزاف، ولكن عجبني بصراحه، قلت زين ناخذو ماشي مشكل. وغادي نجيب هاد الاخرين، انا دايما تنمشي عليكم و تنخليكم حتى الا شفتو بنفس حاط البلايص الحوايج بارتو. عاوتاني نكمل لكم سيرجو ماجور. خديت ليها عاوتاني هاد التيشيرت هذا، الصراحة تيجي زوين كيف تشوفو معايا هنايا بحال هكا داير. في اللور اللي عجبني حتى هو، في هاد لي بريسيون هنايا بحال هكا، في هاد لي بريسيون بحال هكا، وفي هاد الشكل داير بحال هكا، يعني تيتحل كامل حتى لتحت. هذا خديت ليها 3 سنين عادي، 13 اورو و99، ناقص 40%. كاين شي حاجات ناقصين فيهم 50%، ولكن بصراحه على حساب واش تعجبك ولا ما تعجبكش. واللي بغيت نقول لكم البنات على سيرجو ماجور، سيرجو ماجور بصراحه واحد لاكاليتي عندها زوينه، يعني من نهار اللي تخلقت وانا تنشري لهم من عندها، بصراحه لاكاليتي ديالها كيف تتشوفها بحال هكايا تتبقى بحال هكا، يعني لا كاليتي ما تتبدلش، واخا تتصبن ولا تتكون لابسه. شو بعض المرات ملي تكون انا دائما عندي انا الا كان بان ليا شي خيط راه تنقطع ما تنخليش. بعض المرات الا تتشوفوا الا بعض المرات تلبس شي حاجه تلقطم، غير تلبسها واحد شويه ما كملاش حتى ساعه تبقى تشوفها تترخف عليك بحال تتعرض عليك، ولا شي سروال ولا هذه. لا هذه كيف تلبس لها الحاجه تتبقى في الصراحه دائما، تتصبنها وتترجعها تلقاها هي بصراحه. سيرجو ماجور لا كاليتي ديالها زوينه، بعد مرات ميم احسن بتي باتو، مرات بتي باتو تشري شي تريكو بحال هكا فيه الكمام ولا تيشوف تعرض ليها بحال هكايا. نوريكم شنو خديت ليها من فيربودي، خديت ليها من فيربودي. الوغ فيربودي ما لقيتش فيه شي حاجات كثيره، اللي كنا ديجا خدت ليها الكسوا والصنداله منها، هاد المره ما لقيتش ليها شي حاجه اللي عجبتني بزاف. لقيت هاد التيشيرت هذا الغوز كلير تشوفو، فيها الديسان هذا هكايا عادي من اللور عادي ما فيه حتى شي حاجه. كان ب 9 اورو و99، وهي من تتكونوا نورمالمون من تتكونوا عندكم لا كارت ديالهم، يعني من خارطه معاهم تتمشي تتشري الحاجه، مثلا هما دايره الكارت لو بري هذا اللي ما عندوش لا كارت، وهاد لو بري هذا اللي عندك لا كارت تاخذيها بلا سولد، يعني تتكون 7.99. ولكن من تيكون سولد ما تيحسبوش لك التحتانيه، تيحسبوا لك على الفوقانيه، يعني 9 اورو و99 ناقص 50%. هكا هما تيديروا في فيربودي. وخديت ليها من كاب، خديت ليها حاجه زوينه الصراحه. بعد المرات تلقى شي حاجه زوينه، وبعد المرات راه ما تتلقاو حتى شي حاجه زوينه، يعني ما ماشي شي حاجه اللي تتعجب. خديت ليها التيشيرت هذا كيف تشوفوا معايا هنايا،
عرفتي البنات راه الا قلت لكم شنو دايره باش نشوفوا واش نبان ولا لا، راه راح تتقطع ليا الفيديو داكشي وانا نفكر راه درت مرايا لداك جي اون فاس معايا تنشوف واش تيبان ليا وما تيبانش ليا. راه ما تيبانش ليا بزاف ولكن المهم راه المهم تنحاول اني نوصل لكم. راه سي بوغ سا تشوفوني مره مره تنشوف هكايا لداك جي هكايا تيشورت بحال هكايا اللور عادي بحال هكايا. خديت لها 2 ans الوغ كان ب 14 أورو 95 بحال هكا تتشوفو وخديتو ب 6 أورو و99 وخديت لها هاد الشورت هذا اللي كان عجبني بصراحة كنت شتو ديجا باش كنت عند ختي عاوتاني بجيت هنا لقيتو خديت لها 2 عامين مبغيتش نخد لها كبر مكان مبان ليا ديجا كبير خديت لها 2 ans كان ب 19.95 كان 19.95 50% واقيلا 50% لان ما فيش ديك التيكي الحمر في هاد لي زاناناس بصراحه انا تعجبني هاد لي زاناناس وهي تعجبوها هي بزاف فيها وفيها جويبات حتى هو فيه جويبات بحال هكايا صراحه غزال انا داك الميجاتين ديال الصيف يعني راه عرفتي حاجه تتلبس للصيف يعني الانسان العام الجاي راه ما تبقاش تجي قدوم وانا ما تبغيش لا حاجه كبيره بزاف ما تتعجبنيش سيرتو في الصيف مازال مشى تاخذ ليها حاجه شويه تقدر تطويها على جوج ولكن في الصيف ما كاينش علاش في الصراحه يعني تلبس حاجه كبيره و هذيك سيوا انتو كتشوفوا بحال هكا جات في هذه الحزامه هنايا لا ما تتجمعش هي بغيت نجربها دابا لقيتها ما تتجمعش غير هي لا واحد ام تينو وصافي كانت 19 أورو و95 كيف تشوفوا معايا هنايا وبقات ب 6 أورو 6 أورو بقات ب 6 أورو في هاد لي لونات هي تتشوفو هنا الا بانت ليكم مزيان هانتوما في هاد لي لونات ب لي كولور وصافي وهي جات في الكري وجات مبردة هكا ديال القطن خفيفة الصراحة يعني حاجة زعما ما تتلقى تتلقاه ميزات كي تنقولو زوينين يعني من 20 أورو تتاخدها ب 6 أورو راه في الصراحة حاجة مزيانة يعني 6 أورو راه تقدر تمشي تجيبها ما عرفتش انا هي الواحد لان كاين بعض المرات كاين اللي ما تيعرفش يديروا بحال هكا دوك الميزات بحال هكا لي زافير هادوك تنسميهم انايا لي زافير مثلا 6 اورو ولا تمشي ميم وقيله للمارشي ما تلقاهاش ب 6 اورو ما تلقاهاش انا ما تنظنش غتلقاها ب 6 اورو في المارشي ولا شي بلاصه اي فوالا البنات دابا نقدر نقول لكم بانني ساليت هاد لا فيديو هادي وتنتمنى اني ما نكونش طولت عليكم وتنتمنى انكم تخليو لي الكومونتير ديالكم الحاجه اللي عجبتكم اللي ما عجبتكمش اللي بغيتو تسولوني عليها رايكم في اي حاجه انا على راسي وعيني انا هنايا جوست باش خلو لي جيم بيان سور خلو لي جيم باش تشجعوني وتابوناو البنات باش تدعموا هاد القناه هادي انتم عارفين داكشي بصح بعض المرات تنقول علاش يمشي داكشي بشويه 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 يعني الاشتراك غادي بشويه بشويه المهم الحمد لله انا فرحانه بكم وفرحانه بهذوك اللي بشويه بشويه انا فرحانه بها تخلوا لي جيم وتابوناو وديروا داك الجرس لي اكوتي باسكو هو باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي الى اللقاء البنات.